لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نواصل العطاء في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة من ليالي التكريم، والتلاوة الآن أحد قراء مصر وأحد أعلام الإذاعة والتلفزيون وأحد أعلام محافظة الشرقية، صاحب الأداء المتميز، القارئ الإذاعي الكبير، الشيخ محمود علي حسن، القارئ والمقيم ببهنباي مركز زقازيق محافظة الشرقية، يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا
ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل
ويقولون سبحان ربنا يخرعون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين
وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل تكبيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الكتاب ولم يجعل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين بسم الله قيما لينذر بأسا شديدا من لدن قيما لينذر بأسا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما ماكثين فيه أبدا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن ماكثين
خالدين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
يا رب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم مهلا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
أقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا واستمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الإذاعي الخلوق فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي. شاكرا كل السادة الحضور الأهل والأحباب من قرية بهنباي والأهل والأحباب من قرية مشتول القاضي ومن قرية بنيوس وكل من حضر إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء إلى معالي المستشار محمد عبد الكريم وأخيه الخلوق الأستاذ حسن عبد الكريم والمحترم الأستاذ حسين عبد الكريم وعم الحج السيد وعموم العائلة الكريمة وأهل هذا البلد الطيب أهله. دعينا المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته قصر الفراشة في هذه الليلة، فراشة حلمي عبد الدايم تحت إدارة الحج محمد حلمي عبد الدايم. تصوير والإخراج عميد المصورين المهندس ناصر فرح المهندس ناصر صلاح على مستوى مصر الأول والمصنف شارع وادي النيل زقازيق. واجب الضيافة المتر السيد سعيد قفر الحمام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نفخر